اما هلا هايدي بننتقل بمحطتنا الاخيره لمحطتنا القانونيه لنحكي عن موضوع قانوني مهم نسلط الضوء عليه، نحكي عن تفاصيله القانونيه. ويمكن حكينا سابقا هايدي كنا سوا برحلاتنا الصباحيه يوم الخميس عن الحضانه، اليوم نحكي عن موضوع مختلف والهدف منه كل الناس يعرفوا هي طبعا التفاصيل ويكونوا على اطلاع كبير فيها. اليوم بدنا نحكي عن الطلاق التعسفي، شو هو الطلاق التعسفي، كيف بيكون، والاجراءات القانونيه وكيف بيتم التعامل معه. اكيد يمكن خلينا نقول انه بالفتره الاخيره نور كثرت حالات الطلاق باشكال المختلفه. اليوم ضمن فقرتنا الاخيره رح نركز على مفهوم الطلاق التعسفي باعتباره طلاق بدون سبب او لاسباب غير مبرره ومقنعه. فقديش عم بيكون في ظلم بهذا الموضوع لاحد الطرفين، وخصوصا الاصعب انه يكون في اطفال بالموضوع. نحكي اكثر عن الطلاق التعسفي وكيف تعامل القانون السوري مع الموضوع. خلونا نرحب سوا بالاستاذ المحامي محمد مهدي. يسعد صباحك. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. صباح الخير واهلا وسهلا فيك. بالبدايه لما نقول طلاق تعسفي خلينا نعرف بشكل قانوني مبسط لكل الناس شو معنى الطلاق التعسفي. هلا الطلاق التعسفي حدده القانون بنص الماده 117 من قانون الاحوال الشخصيه. نص الماده 117 من قانون الاحوال الشخصيه انه الطلاق التعسفي هو الطلاق باراده منفرده من الزوج دون طلب الزوجه وبلا سبب. هذا الحديث نحن تعدل قانون الأحوال الشخصية عام 2019 عن السابق. صحيح. كان الطلاق التعسفي يتحدد نسبة التعويض والضرر فيه بحال سبب هذا الطلاق ضرر للزوجة وبؤس. بالقانون الجديد الطلاق التعسفي على التعديل الجديد صار هو الطلاق التعسفي بلا سبب، صار بيلزم المطلق بالتعويض لو هذا الشيء لم يسبب المطلقة لا بؤس ولا شيء. فهي الوجه الاختلاف في البداية بالتعريف عن القانون عن السابق بالقانون القديم عن التعديل الجديد. تمام. خلينا نوضح أكثر ونحكي عن حالات تحقق فيها الطلاق التعسفي. هلا حالات الطلاق التعسفي هي سبب هي حالتين من الحالات. هي في عندنا الحالة الأولى هي طلاق الفرار، والحالة الثانية هي الطلاق بلا سبب. الحالة الأولى اللي هي طلاق الفرار بتتحقق نحن في عنا بوجه كتير واضح إلها، هي المريض مرض الموت. الشخص المريض مرض الموت يلي بيطلق زوجته كرمال إنه مثلا يحرمها من الورثة، يحرمها من حقوقها، يحرمها من شيء هي مستحقاتها، وطلقها وتحقق فيه شرط مرض الموت اللي هو بتكون المرض الموت. نحن في عنا لحتى ينطبق مرض الموت في له حالات كمان بده يكون هو المرض اللي لا يرجو شفاء منه، أن يغلب الخوف من الموت بالمريض خلال هذا المرض، وأنه يكون هو عاجز عن احتياجاته تلبيته الأساسية، وأن ينتهي هذا المرض بالموت خلال سنة من تاريخ المرض أو تفاقمه. فهو خلال السنة الأخيرة من المرض هو يعتبر تصرف مريض مرض موت. فبحال هو طلقها بخلال هذه المدة أو بهذا المرض يعتبر هو هذا تحقق عليه سبب الفرار، بسموه طلاق الفرار. الحالة الثانية اللي هي الطلاق بلا سبب هو هذا الشخص اللي بيقولوا لك اياها بالعامية انه بدي ابعث لك ورقتك على بيت اهلك. هي فعليا لان انه هذا الشخص بنسمع عنه كثير يعني اليوم. تماما يعني هي صحيح هي لفظة عامية بس هي بالواقع موجودة. بيروح بيقدم معاملة طلاق إداري، شهر مهلة للصلاح، الزوج ما في شيء بيلزمه بإرادة منفردة له انه هو بده يطلقها بدون حصرا، يعني لانه لا طلب من الزوجة ولا سبب مقنع. وهون بيوقع على الزوج عبء الإثبات. بحال نحن رجعنا عليه بانه طلاق تعسفي. بيرجع عليه عبء الإثبات انه حتى يكون في مبرر ومسوغ لهالطلاق هذا او لا. طيب خلينا نحكي قانونيا بشكل موسع عن الطلاق التعسفي، وحكيت اجمالا الطلاق التعسفي كيف بيكون قانونيا يعني بكل الشقين اللي حكيت عنه، ان كان فرار او ان كان طلاق تعسفي من دون سبب. الزوجه تحصل على كافه حقوقها، يعني عم نحكي نحن مثلا ممكن يكون عندها اولاد، موضوع مختلف، او ما عندها اولاد، كيف بيتم هيدا الطلاق؟ هلا الزوجة بحال الطلاق التعسفي بتستحق قانونا نفقة 3 سنوات إضافة لنفقة الطلاق، نفقة العدة. هذا الشيء هي استحقته مثل ما ذكرت بالبداية على التعديل الجديد، سواء سبب هذا الطلاق لإلها بؤس أو يعني شيء نفسي أصابت نتيجة هالطلاق أو ما أصابه.
وهذا الشيء كمان نحن في عنا حالة من الحالات أحيانا بتكون موجودة يلي هي إنه اللي بفترة الخطبة بيقوم الخاطب بعد ما يكتبوا كتابه وتصير هي زوجته ويتثبت هذا الحديث بالمحكمة اللي بيكون مثلا قبل الدخول ما عاد بده الزوج بيطلقها. هلأ هون كمان هي فيها ترفع عليه طلاق تعسفي لو هي لسه ما كانت لسه يعني صاروا إنه بحياة زوجية. بالنسبة للأولاد هلأ نحن هون نروح على موضوع النفقة للأولاد والحضانة والهي هي بتسرع لها الإجراءات كاملة. هي تحديدا طلاق التعسفي هو حق للزوجة فقط. قد النفقة دون الشهرية دون للزوجة دون الأولاد هلأ هي بدون التعديل الأخير هي تقديرا للقاضي بحسب حالة الزوج. بس قدرت ضمن القانون تقديريا قديش ما في إلها هي قانونا لا حد أدنى ولا حد أعلى. هلأ نحن مثلا بيكون عندنا الزوج مثلا موظف القاضي ممكن يقدر هذا الشيء ببيان على راتب الزوج اللي طلق على بيان الراتب تبعه ممكن حسب دخول ايه تماما ممكن اذا هو عمله حر مثلا هون نحن بنلاقي صعوبه بتقدير نحن بيان الراتب الدخل أساس. تبعه وحضانه الاطفال كمان يعني اذا نفقت الاطفال مش الحضانه حضانه الاطفال هي الحق للزوجه حتى بلوغهم سن ال 15 سنه. عم نحكي عن النفقه اذا كان في اطفال بالطلاق التعسفي النفقه على الزوج بتحصل عليها. النفقه على الزوج هذا حق للطفل على الزوج. قيمته الماديه قد ايه؟ 35000 شهريا. قيمته الماديه ممكن 35 وممكن اقل. طيب يمكن خلال حديثك ذكرت شيء عن الطلاق الاداري، خلينا نوضح الفرق اذا في فرق بينه وبين الطلاق التعسفي. معامله الطلاق الاداري هي الوجه للطلاق التعسفي. لانه الطلاق الاداري هو يعني اراده استكمال يعني بيكملوا بعض لا لا هي الوجه تبعها المطبق على ارض الواقع. الطلاق الاداري هي معامله بيجريها الزوج بنفسه بيسجلها عن طريق الموظف المختص لإجراء المعاملات الطلاق الاداري بيتم فيها تبليغ الزوجة وإعطاء شهر مهلة للصلح فيها للمعاملة قبل ما يثبت القاضي فيها الطلاق. الطلاق الإداري هو الوجه فيها للقصة. الطلاق الإداري هو طلاق تعسفي بس وقت اللي بيكون هو بوجه القانون بداية بالقانون وبالمعاملة بيتم بس دفع مستحقات الزوجة كامل يعني بده يدفع المتقدم كاملا المتأخر كاملا نفقاتها كاملة. وقت اللي هي بترجع عليه بتعويض كمان انه هالطلاق هاد كان تعسفي بيرجع عليه عبء الاثبات بحال كان تعسفي او لا بوجود سبب او عدم وجوده لينحكم لنا نحن كمان بنفقه لثلاث سنوات اضافه لنفقه العده. طيب يعني قلت خلال حديثك انه اثناء الطلاق التعسفي ممكن القاضي يمنح شهر فعليا للصلح، ممكن الزوجه اذا ما بدها الطلاق يعني ممكن فعليا تمد او تستغل بعض الثغرات القانونيه ولا لا خلص بيتم الطلاق اذا هي فعليا لا تريد الطلاق؟ هلا هو الشهر مهله للصلح هو هو بكل اجراءات الطلاق سواء كان مرفوع دعوى تفريق سواء طلاق اداري، ممنوع تنسمع دعوى طلاق قانونا الا بعد مضي شهر على الاقل من تسجيل الدعوى للصلح. هون الزوجه بالطلاق الاداري او الطلاق التعسفي اذا بدنا نسميه هي هون ما لها اراده لانه هي نحن من تعريفه انه هي مو بناء على طلبها، هو باراده منفرده للزوج صحيح. بدون سبب. طبعا فهون هي الشهر مهله للصلح ما حيغير نحن شيء عنا بواقع الحال. ممكن باثناء فتره العده تبعها بحال تم ارجاعها لعصمة الرجل انه نحن هون ننفي عنه طلاق تعسفي يعني نحن هون ما عاد في طلاق تعسفي عندنا بحال نحن تم ارجاعها خلال فتره العده. يعني هون عم نحكي متى يسقط الطلاق التعسفي متى يسقط التعويض بالطلاق طيب التعسفي. بالنسبه للطلاق التعسفي امتى ممكن يسقط الطلاق التعسفي؟ ما في له حالات سقوط. ما في حالات السقوط تبعه ممكن انه الزوج وقت اللي بنرفع نحن عليه تعويض طلاق تعسفي ممكن انه يعطينا اسباب مبرره لها وجود طلاقه. طيب شو هي الاسباب يعني لما انا فعليا عبء الاثبات لما يقول القاضي في طلاق تعسفي وذكرت خلال حديثك بيقع على عاتق الزوج عبء الاثبات، شو هي يعني انا لما اقول انا كرجل بدي اطلق طلاق تعسفي شو اللي ممكن هي الحالات المسموحه ضمن القانون السوري اثباتها للقاضي؟ هلا اثبات الحالات للقاضي ممكن هلا نحن عم نلاحظ هلا في عندنا ارتفاع بنسب الطلاق بشكل كبير تسجل هلا نحن عندنا بال 2020 على الاحصائيات بانه كان بسنة 2020 تحديدا بتصريح للقاضي الشرعي 30000
حالة زواج تسجلت بالمحاكم الشرعية 10,000 منهم كانوا حالات طلاق. يعني من أصل 30,000 حالة تثبيت زواج تسجل 10,000 حالة طلاق، وهي نسبة كتير عالية وكبيرة. كان التفسير والتبرير بهذا الشيء إنه هي الأوضاع الاجتماعية، الأوضاع الاقتصادية اللي عم يمر فيها البلد. يعني طبعا هذا الشيء الأوضاع الاقتصادية ولا الاجتماعية هي بتأثر بشكل كبير على موضوع التفاهم الزوجي وتلبية الاحتياجات بين الزوجين، سواء من احتياجات كمصروف، كعيشة، كحياة يعني فيها نوع من الاستقرار. تمام، خلينا نكون واقعيين ونقول اليوم في كتير حالات من النساء بتعذبوا لحتى يتطلقوا للأسف. يعني يمكن كتير من الأزواج ممكن يرفعوا دعوة الطلاق، لكن بعد فترة خلص ما بدهم، هن ممكن بدهم يماطلوا، عندهم شيء معين، ظروف، أسباب معينة. طيب كيف ممكن تتعامل الزوجة بهذا الموقف؟ شو موقف المحكمة؟ خصوصا يعني إذا كان في اتفاق بين الزوج وكمان والمحامي، يعني يكون اثنين وهون ممكن يستغلوا الزوجة. كيف ممكن اليوم، شو الإجراءات اللي ممكن تحمي الزوجة؟ هلا الزوجة بداية وقت اللي هي بتكون رافعة دعوة طلاق أو دعوة تفريق على زوجها، هلا بالبداية حكينا إنه ما بينسمع دعوة تفريق ولا دعوة طلاق إداري أو تعسفي قبل مضي شهر مهلة للصلح. بحال هالشهر هاد ما كان كافي لحتى حل الإشكال بيناتهم، بينظر القاضي بالطرق المقبولة لحتى يتم المصالحة بيناتهم. بيتم المصالحة بيناتهم عن طريق مجالس التحكيم الأسرية. تمام. مجالس التحكيم الأسرية بيتم فيها تعيين حكمين لتحديد الإشكال يعني وضع اليد على المشكلة الحقيقية وبيان أسباب لحلها. بحال هي المساعي ما تمت للصلاح، فما في نحن عندنا يعني دعوة تفريق بياخذوا وبيجيبوا فيها الزوجة بالنهاية. يعني القانون قلت لك حتى على التعديل بالطلاق الإداري هو أنصف الزوجة حتى لو لم يصيبها بؤس من الطلاق الإداري. ما كان يعني كان القانون عم ينصف المرأة أكثر من ما يكون هو شادد على إيد الرجل. بس أحيانا بيكون في استغلال، يعني المفروض واحد ينتبه أكثر. هلا الشيء الوحيد اللي بيقولوا لك إنه هي بيضل إنه القول للزوج للرجل بموضوع الطلاق. يعني المرأة ما بتملك تطبيق نفسها. هلا أنت كرجل عم تقول إنه القانون ينصف المرأة، فعليا في ظلم. يعني قد ما حكينا الطلاق التعسفي بالأخير العصمة للمرأة، ممكن المرأة لا تريد هذا الطلاق لأنه بنعرف في ظروف قاسية معيشيا واقتصاديا، والتعديلات الأخيرة إذا بنحكي عن النفقات حتى النفقات لا تغطي يوم أو يومين ضمن الوضع المعيشي الاقتصادي. فنحن الهدف يمكن نسلط على هي النقاط القانونية قديش فعليا في الواحد ممكن يستفاد منها، يكون على دراية على علم. مؤلم الطلاق، واللي تحب حسب الدراسات يمكن في زيادة بشكل كتير كبير، ولهيك دائما بنقول خلال رحلاتنا الصباحية أي اثنين حابين يرتبطوا فعليا لو كان في احتمال 1% للطلاق لازم يفكروا 1,000,000% قبل هيدا الارتباط، لأنه عم نشوف فعليا المتضرر الكبير والأساسي والأول هن الأطفال. يعني فوق ظروف الحرب القاسية والاقتصادية المعيشية واللي عم نعيشها، فكمان يكون في حالة طلاق مؤلم. فنحن يعني بحس انه قد ما حاولنا ننصف المراه اليوم ضمن هي الظروف، عم نحاول ضمن القانون السوري في تغييرات كثير كبيره كانت فعليا وفعليا جدا قويه وجميله سابقا. يعني عم نحكي عن التعديلات بال 2019 او 2020 عن النفقه، عن طريقه الطلاق، كيف عم تكون نفقه الحضانه. يعني الاولاد كان حتى مبلغ 35,000 اذا بدنا نقول هي نفقه الطفل تم تعديلها. يعني اذا بنذكر مبلغ هي ما تم تعديلها، انت معلقه على 35,000 بشكل عام. يعني هي انت بتحكي كل مش معلقين، نحن عم نحكي واقع عم نعيشه بشكل يومي مرارا وتكرارا من المحيط. فنحن يعني عم نحاول لك انه حتى ال 35,000 ممكن انه ما تحصل عليها الزوجه، يعني حتى ال 35,000 ملاقينا قليله. فحسب التعديلات يمكن القانون السوري عم يحاول باشد الوسائل ضمن التعديلات المستمره يكون منصف للمراه اليوم خلال تعديلاته القانونيه. هلا بالنسبة لموضوع النفقة تحديدا ولا موضوع الدخل، هذا الشيء عم يتعلق بالأوضاع الاقتصادية. صحيح. بداية أكثر من أي شيء. الأوضاع الاقتصادية اليوم نحن لنكون منصفين، هي لا عم تكون عم تشد على الرجل ولا على المرأة. يعني موضوع النفقة اليوم ولا الحكم القضائي، سواء بنفقة عدة، سواء بأجر حضانة للأطفال، سواء بنفقة الطفل، هي عم تحكم الوضع الاقتصادي الدخل. صحيح. تبع الزوج قبل. صحيح. أي شيء. أكيد. يعني بالختام بدنا نشكر كثير وجودك معنا الأستاذ المحامي محمد مهدي. أهلا وسهلا، نورتنا. أعطيكم العافية. أكيد ما بتشكرك بالختام، والله هيك يبعد الطلاق عن الكل. إن شاء الله يا رب الكل يعيش بسلامة وسعادة، لأنه بنعرف أبغض الحلال عند الله. أكيد. هو الطلاق. بالختام بدنا نشكرك، وأكيد سعيدين بوجودك معنا. شكرا كثير لك.